السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. اليوم جبت لكم وصفة خفيفة ببيضتين فقط، سيدي مادلين تعملوهم هكذا القهوة العشية. أنا عملتهم في ديمو الكبار بطوني 8 تاع الحبات، نتوما تعملتهم في ليمو تاع لي مادلين ولا كاب كيك يعطيكم حتى 16 حبة. نمشيو نشوفوا مع بعض هذه الوصفة وفرجة ممتعة. ما تنساوش لايك لا فيديو وتبارطاجيو لا فيديو، واللي أول مرة تدخل القناة تاعي تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناة. لتحضير الوصفة نحتاج هنا زوج حبات بيض، نحتاج هنا نص كأس تاع السكر. أنا هاد الكأس 240 مليلتر، كيس من السكر الفانيلا أو ملعقة صغيرة، كوب من الحليب، نص كأس تاع الزيت، رشة ملح، وهنا زوج أكياس من الخمارة الكيميائية، هنا الوزن تاعهم 10 غرامات للوحدة، ونحتاج زوج كيسان تاع الفارينة بنفس الكيل اللي رفدت به. نبدا نعمل البيض مع ديك الرشه تاع الملح مع السكر، نخفقهم. نزيد انا هنا الرشه تاع الملح، نزيد هذاك الكيس تاع السكر فانيلا، ونزيدو السكر، نخفقهم حتى يضاعف الحجم تاعهم، نعاود نزيدو الزيت ثم البيض في الدقيق مع الخميره الكيميائيه. نضيف الان الفارينه مع الخماره الكيميائيه، نضيف الكوب الاول، قلنا كوبين، ونضيف كيسين من الخماره الكيميائيه، ونخلطو توجور بالباتور. حنا من الاحسن الخماره الكيميائيه غربلوها، انا نسيت باش نغربلها مي غربلوها. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. انا اليوم الوصفه راني مش نستعملها في هذا الليمول، ندهنهم بالزبده ونزيد نرشهم بالفارينه باش نملأهم بهذا الخليط. هنا هذا الليمون يسواو 12000 للواحد، وهنا تجمو تعملوها في تعلي مادلين نفس الطريقه تعملوها في تعلي مادلين. نبدا نملأ فيهم، الفرن راني سخن فيه على درجه 180 درجه مئويه، ندحيهم يطيبوا حتى نشوفوهم حمارو، وكي ندحيو لهم ان بيك يخرج ناشف ولا سكين كيما اللي نطيبوا للموسكوتشو ولا لي مادلين. هذا ما نملؤهمش بزاف، راه فيهم زوج خماره كيميائيه للنصف فقط. هادو هما راكم تشوفوا ملأتهم، جاوني 8 تاع ليمون كبار، هادو كيما تعملوا تاع لي مادلين كذلك يجيو ملاح. هكذا انا راني مسحنا بالسويتو الجوانب وندحيهم في الفرن، نشوفوهم ان شاء الله بعد ما يطيبوا. وهذه هي الحلوه تاعنا بعد ما طابت، كنت تركتها بردت شويه، والان نقلبهم على يونغري. انني حابه الوجه الفوقاني اللي نحتاجه هذا، نزين هكذا. نتوما كي عملتوهم في تعليم مادلين تقدروا تعملوا لهم لي بيبات دو شوكولا ولا شويه تاع اللوز ايفيلي ولا من الفوق. انا اللي حبيتهم هكذا، هذا الوجه اللي نزينو، خليهم يزدو يبردو ونوليو نزينوهم ان شاء الله. وهنا باش نزينهم حبيت انا نزينهم فقط هنا حب الملوك عفوا الكرز المجفف، ونعملهم شويه تاع ديكوجال ولا الشوكولا. هادوك لي ديسان ما كانش عندكم، كان عندكم دي مون نورمال، تقدروا هنا تسوبودغيهم غير بشويه تاع السكر الناعم، وكيما تنجمو تخليوهم هكذاك، سورتو الا مديتوهم لمعباهم معاهم للمدرسه. قلت من الافضل الا مديتوهم لولادكم عباهم كانوا جا للمدرسه، سي با لا بين تحملو لهم هذا التزيين، مديهم لهم هكذاك ناشفين. وهنا تزينوهم تقدروا تقدموهم حتى هكذا للضيوف، يجاو شابين بزاف دي مادلين، والمول طاهم شكل جميل. زدنا زيناهم بالديكوجيل، انا هنا عم تستعمل ديكوجيل والكرز المجفف، جاو شابين. هذا هو الشكل النهائي تاع لي مادلين تاعنا. وهنا نقسم لكم حبه باش تشوفوه كيفاش جا، شوفوا كيفاش جا من الداخل. هذا هو بالنسبه للكاطو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. ها هو جا قطني، جا مليح وخفيف. وهذه هي الوصفة تاع اليوم، وصفة سهلة تحضر بخفة ببيضتين فقط، تجمو تقدموها حتى للضياف. نتمنى ان شاء الله الوصفة تجربوها، لا جربتوها ما تنساوش تخليو لي تعليقات. نشكركم على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، احبكم في الله.